لو الحكاية فيها إن فيتو و 15 فرد في الجمعية و 15 في الفصل في كل 15 واحد في كل فصل، فبالتالي ده طبعا بشكركم جدا وبشكركم على مجهوداتكم، ولكن احنا عايزين الأعداد دي يعني لن تؤدي بينا إلى 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 الرقم اللي احنا بنتكلم عليه. احنا كدولة للأسف مواردها محدودة، إمكانياتنا محدودة، معتمدين على الله سبحانه وتعالى، وإن كنتم تساعدونا في إن احنا نرفع هذه الأرقام إلى أعلى. نتمنى ال 15 بيبقوا 20 ل 50 فصل دول يوميا. احنا من ناحيتنا بنتكلم مع المدارس وعايزين نشوف الإمكانية. تعرف احنا عندنا حوالي 3000 مدرسة، 3297 لو فكرنا فيها من ناحية أعداد عملية حسابية. يبقى أنا النهاردة لو شغلت ال 3000 مدرسة يبقى أنا النهاردة عايز 200، كل مدرسة تمشي 200 واحد. لو حبيت إن أنا أتابع هذا الكلام محتاج أحط برضه الجامعات الأهلية تساعدني في متابعة ال 3000 مدرسة. إحنا بقى لنا يمكن يعني أنا كنت بدأت الموضوع ده من الفكرة دي من مع المجموعة هنا من حوالي شهر. قلت لهم قدامكم أسبوعين، قلت لهم أسبوع، قالوا لي لا أسبوعين. احنا بقى لنا شهر اهو للاسف لسه ما انتهيناش الى قرار نهائي. انما قعدنا نفكر النهارده ازاي ان احنا نجيب الارقام دي. هل احنا نتعامل مع، وانا يعني اوبننج افتر دسكشن يعني ممكن نناقش هذا الموضوع، هل احنا نتعامل مع 3000 الى 2500 مدرسه، كل مدرسه 200 نفر فنوصل ل 500000 واحد بالاضافه للجمعيات نوصل للرقم ده، ولا انا ما اركز على 100 مدرسه وازود عدد الفصول وبالتالي المتابعه تبقى اكتر. بس برضه حتى لو 100 مدرسه وعندي 20 فصل يعني بنتكلم على 2000 واحد، برضه 2000 لو قلنا في